لا أزال أؤكد لكم مشاهدين الكرام بأن وادي أوال نزل بقوة ضاربة كما ضاربة الحقيقة. وادي أوال هو من أكبر الأودية في المنطقة الجنوبية بصفة عامة، هو من كبار الأودية في المنطقة الجنوبية، السيل قوي. الله أمطار خير وبركة، تمتعوا بمنظر السيل وتعرفوا أوال ينزل بقوة ضاربة، شاهدوا أنه يتحول إلى فيضان كما نشاهد الآن. الآن ويبدو لي أنه الآن وصل سيل جديد كما نلاحظ. ارتفع السيل فوق هذا الحجر الصخري أمامنا فوق القهباء هذه من جهة غار الجوماء، السيل ارتفع والمصور الحقيقة في قلب السيل. أنا الآن مقابل للسيل تقريبا بمتر أو متر ونص وأنا أصور الحدث اللي أنقله لأخواني المشاهدين في جروب الخير، جروب على الخير نلتقي، الذي أكن لهم كل احترام وتقدير، والذي يطلبوا مني ويلحوا علي بنقل أحداث هذه المنطقة، وأنا عند وعدي كما هم كل ما يحدث في هذه الحالة المناخية، ولله الحمد من قوة السيل، سيل قوي جداً.